التبذير والإسراف في لغة العرب والأمثال والأشعار والحكم. يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه وهو سعد بن أبي وقاص يتوضأ بماء كثير نهاه عن ذلك وقال: لا تسرف في الماء يا سعد. فقال سعد: يا رسول الله، وهل في الماء من إسراف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولو كنت على نهر جار. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد. ويقول ابن الوردي رحمه الله: بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. ويقول خليل مطران: الجود خير وكل الخير فيه إذا لم يعد مغزاه أو لم ينقلب صرفا. ويقول بنجامين فرانكلين: إياك والتبذير، فإن النشا يغرق المركب الكبير. ويقول شيشرون: الإسراف لجة بلا قرار. وفي الأمثال الفرنسية يقولون: آفة الجود الإسراف. وفي الأمثال الصينية يقولون: نرى بخلاء يصبحون مسرفين، ولكننا لا نرى مسرفين يصبحون بخلاء. ويقول سعيد بن جبير رضي الله عنه: التبذير هو أن تنفق الطيب في الخبيث. وختاما يقولون في الأقوال العربية: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه.